تواصل مملكة البحرين إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال وضع التعليمات والإرشادات التي من شأنها مكافحة خطر انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحمايتهم من مخاطره ومضاعفاته. مسؤولية وطنية مجتمعية مشتركة تجاه البحرين يتقاسمها الجميع من أجل دعم ومساندة الجهود الوطنية المتواصلة التي يبذلها الفريق الوطني الطبي والطواقم التمريضية منذ بدء الجائحة التي فتكت بالعالم وحتى يومنا هذا في سبيل تعزيز سبل التصدي لفيروس كورونا. التزموا بارتداء الكمامات دائما في العمل، لا تتركونها إلا للحاجات الطارئة. واصلوا بغسل الأيادي واستخدام المعقمات، خصوصا لما تستخدمون أسطح مشتركة وتستخدمون المصاعد. من المهم اختيار التسوق في أوقات غير مزدحمة، غسل وتعقيم اليدين قبل وبعد التسوق، من المهم لبس الكمام، الحفاظ على مسافة آمنة بين الأفراد، عدم لمس الوجه وعدم لمس المنتجات التي لن تشتريها، استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. هي مرحلة مفصلية يعيشها العالم بأكمله بعودته إلى محطته الأولى في زيادة عدد الحالات، والبحرين تشاطره هذه المرحلة. لذا فاليوم المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الذي يجب أن يكون جزءا من الحل وليس من المشكلة، وأن يخفف من هذا الحمل الثقيل الذي يقع على كاهل فريقه الوطني وطواقمه الطبية بالالتزام بالتعليمات وعدم التهاون في اتباعها. أشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خصوصا في هذه الفترة بعد انتشار السلالة الجديدة لفيروس الكورونا، حيث تبين بحسب الدراسات العالمية أنها أسرع انتشارا من السلالة السابقة. وأنوه على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وعدم إقامة التجمعات خارج نطاق الأسرة الصغيرة. العديد من الحالات قد تكون حاملة للفيروس ولكن لا تظهر عليها أي أعراض، كما أن الاختلاط بها يشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمع، مع مراعاة تجنب التواجد بالقرب من الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية كامنة وكبار السن، وعدم الخروج إلا للضرورات المعيشية. إن وعي المجتمع سيكون سبباً رئيسياً لالتزامه بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنزل والخروج للضرورة فقط، وإدراكه بأن الخطر ما زال موجودا وقريبا من كل فرد من أفراد المجتمع. فخطر زيادة الحالات المصابة اليوم بفيروس كورونا في طور الزيادة، ويجب التصدي له ومواجهته بالوعي والالتزام حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.